بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محفوظ للزين الملقب بالغيث شخصية دعوية اعتلت منابر المساجد وظهرت على شاشات الفضائيات وسمع صوتها عبر أثير إذاعات لتبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ممتثلة بذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلى آخر الحديث. زرنا الشيخ في مكتبه ليكون لنا معه الحديث التالي. فضل الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم ضيف على برنامج ظهور العيس. بداية، إلى أين امتطيتم ظهور العيس بحثا عن التعلم والتعليم؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا من مواليد 1967 في ولاية كيف، ولاية العصابة. وتلقيت تعليمي المحضري أولا في بيت الوالدي والأم، أنه كان بيت علم وقرآن وتربيتي. وحفظت القرآن، ما أتذكر متى حفظت القرآن، صغار السن. ومن العجيب علني حفظت القرآن ما نجا عم دمك. أتذكر على أن كلن ما أنا بذمك مثلا سرويتو السرواه، لا يكتب لي في اللوح، يعطيني مثلا المرابط فيها قباد الله هنا، ونمشي نقعد مع التلامي، وذاك اللي كان قدامي منهم يعودوا ملي سمعوا لي مرة الله هنتين، ومشي نحفظوا. وأستحضر أني هو لا تجادلوا، أنه المكتوب لي ثمن والله ثمنين، وما كانوا يا عبادية والله من آياته. وهو اللي طرحته في اللوح ياسر، يا غير انا ما نفصل بعد ذاك المكتوب شنو. لا تدري ما اذا كان ثمنا او غير ذلك. لا ما اعرف، كان نعرف انه ذاك الحرم ولا تجادل. وعني طيته قباد والله هنين مع المرابط اللي كاتبوا لي وقست التلاميذ، وهو التسع شوي يوم اللي جيت وعرضت. هذه تخيلها. ثم ايضا استحضر علني في مفكر انا مره نعود واحد انا صغير، مفكر الفرق بين الفتحه والكسره، نقول لهم لا كلهم قاع خط، يا غير الله الفتحه اللي تعود لفوق الاخرى تعود لتحت. هذا مفكر انا فيها الراس، هذا من عقل الاطفال. والقران حفظته على الوالد الزين والاعمق، حفظه الله وطال في عمره. وملين لحقت عندي عنه الربع التالي منه، سافر هو حفظته على العم خيال انتاجه الاعمق. بعد وقفت القران بهذا الشكل، وكتبت الرسم، وكتبت مثلا متعلقات القران. نص القرآن حفظته على الوالدي، وبدأت نكتب على الشيخ الكبير الشيخ سيد المختار المحمد والعبدي ملقب الداه، هذا هو شيخي في الفقه وفي القرآن وعلومه. في نفس المحضرة، في نفس القرية. نحن القرية اللي نحن فيها، قريتنا قرية مجتمع قالوا له العسبوب من مستومة طبعا. وهذا المجتمع حسب اللي وعيت عليه كل الرجال يحفظ القرآن. وتقرى باكرا، حق السبعينات تقريبا، ندرك ما لا تقرأوا بداية التقري. قرابة دورة عود 20 خيمة ولا 25 خيمة، وباتهم كاملين، كل حد كامل بأسرة يحفظ القرآن، يحفظوا معاه معاه مثلا الحفظ المتقن القرآن وعلومه. والرسم معناها مجاز يعود، قال يعود مجاز معناها عدو الإجازة، ويقري فرض العين إذا لم يكن عالما. ثم علماء معروفين كيت السالك والعلي، وكيفة مرابط نحن الشيخ سيد المختار المحمد والعبدي، وكيفة المصطفى العلي السالم،
وفهم علماء من نفس الأسرة المجتمع العيسى بوبا، ولكنهم في الضاحية الأخرى من كيف ناحية جنوبية. إحنا قريتنا قبال الغرد وهي اللي نقول لك تحدثك عنها، إني الساعة بداية قرايتي عود حرام السبعينات والله ذاك، إني فيق على ذيك 25 خيمة والله 30 خيمة لا يتعود باتها كامل يحفظ القرآن، فيهم اللي مجاز بإتقان وفيهم اللي يحفظ القرآن وما اللي مجازي، وكلهم يمكن أن تجعلوا مثلا محضر قدوة إنه مثلا قد يقرر الناس يقرر التلاميذ، لكن المشهور من تقرير التلاميذ في ذاك الزمن السارك واللي عليه ومرابط يعني الشيخ سيد المختار المحمد الده رحمة الله عنا وعليهم جميعا، وطالبنا الشيخ محمد يبرو البوية هذا هو طالب اللي قاري عليه النحو، ومرابط محمد يبرى عالم متبحر في علوم اللغة والتاريخ والشعر وأيام العرب، لكنه رجل معتزل وزاهد، حد جهله يقرأ عليه لا يجد بحر لا ساحل له، وحد ما جاه هو ما يجي للناس ولا قاعد في مبار ذاك والله قدام دار والله عنده زيبة من خارجيته. احنا بعض التلاميذ نقرأه عليه، وحنا دائما نقرأه على شيخنا مرابط سيد المختار، وهو اللي انتصب للتدريسي من عنفوان شبابي، وهو ما نساو عنه نقول عنه مصدر من مصادر محضرة الصحة والديدي ومحضرة الشيخ محمد المصطفى والسيدي يحيى الجد، جدنا من الأمي الشيخ المربي اللي هو شيخ شيوخ القرآن الكريم في القيبة كاملة الشيخ محمد المصطفى والسيدي يحيى. هذا الشيخ عجوبة زمانه في التربية والصدق والإخلاص والعبادة والقرآن وعلومه والتصوف، وهو مع ذلك لا تكاد أنك تجبر حد ما يعرفه يا غير ما تجبر حد مؤلف عنه لا غير عنه شيء، وصلا غايته ما يحب الظهور، وعليه ما في حد في القيبة يحفظ القرآن والله عنده علاقة بالقرآن إلا وهو شيخه أو شيخ شيخه أغلب الأحيان، وعليه هذا المسمى اللي يسمى العسبوب اللي هو فخرنا احنا من المسوم، هذا مسمى يمكنك تقول عنه هو حكما عنه شيوخ ذيك المنطقة في القرآن وعلومه وفي التربية الإيمانية وفي الثقة وفي الفتوى وفي الإصلاح بين الناس. الحمد لله. في الجانب الشمالي قرية الغرد اللي كنا نتحدث عنها، وجانب الجنوبي في هنضاوضة وتزكرة وكنكوصة حتى إلى ضواحي سيري باب. هذا المجتمع قال لي واحد في بعض أحد من أساتذتنا اللي يتنقلوا ويعدلوا البرامج مع المحاضر قال لي بعض كلمة وتوفى، قال لي شنو، قال لي ما حضرت العيسى بوب شنو ما حضرت، قلت له العيسى بوب ما حاجة اللي عنهم عندهم محضرة قاعد تسمع عليهم، بيقول لي كل حد منهم وحده شيخ محضر، بيقول لي حسب اللي وعيت عليه أنا مشايخنا بعد الكبار عنهم ما فيهم حد ما يقرأ القرآن وعلومه وأقل شيء العبادات والكتب المختصرة في الفقه، كيف مثلا كيف الرسالة وكيف تبنوا عاشر والأخضري وذيك المختصرات كاملة الصغيرة، أي رجل منهم يدرس القرآن ويدرس هذه الكتب. أما إذا كان عالما مثل العلماء اللي ذكرنا وغيرهم إذا كان عالم واحد ترجع إليه الناس، وشيخنا الشيخ المختار محمد العبدي رحمة الله عنه عليه كان هو من أول من تصدر للتدريس وهو مازال فتاة صغير، وقرأت عليه الرقيبة كاملة جميع تجمهر حوله الطلبة تتنقل معه أحواش أهل فلان وأحواش أهل فلان حسب قبائل مرتان لقلال ديبوسات تجكان الشرفة أهل محمد الولي، هاي اللي يقول لك هذا مشاهدتي أنا وإذا قاعد سابق مثلا نخلقان وعدنا نقرأ المحاضرة والأمر أكثر من ذلك به اللي قالوا لي الواقع الثقات أنه كان يتنقل وصرته هو اللي تعود ماشة تعود التلاميذ الحيل معاه تشك عنه فريق واحد يتنقلون معه كأنه فريق مستقل أحواش الفلانيين وأحواش الفلانيين الفقه والقرآن الكريم، معناه هو الذي كان يشار إليه حينها مثلا هو من علماء مشي هو اللي كان هو المشهور بالتدريس والآخرين علماء، ولكنهم أصلا طبيعتهم لم ينصبوا أنفسهم للتدريس لا ما جاتهم الناس تهلكن لكن بعد ما الدين يدي حد بعد شيء يدور حد كامل يحتاج إلى فتوى يعني يحتاج إلى تدريس هو هذا من ذوك الناس اللي يقول لك مشي وتوفي مشي هو أساسا شيخنا احنا تخصص الفقه والقرآن وعلوم ماهر بالقرآن وعلومه لا يبارى ما وجدت أحدا في حياتي أحفظ منه القرآن الكريم ولا نصوص المتعلقة به بحر اللنبوجة يحفظ عن ظهر غيب متشابه القرآن يحفظ عن ظهر غيب لا يعطيك المتشابه حسب كل ثمن وكل ثمنين وكل سورة
معناه والفقه أيضا. والفقه كذلك مختصر الشيخ بمتعلقاته، لكن جانب النحو التخصص اللي كنا نقراه عليه مرابطنا الشيخ محمد يبراوي البيي كان بحرا لا ساحل له في علوم اللغة كاملة بشعرها وبلاغتها وأيام العربي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى علوم الفلك كان بحر لا ساحل له، لكنه ليني شيء رجاج له قري يقول له عليك بفلان هذا الشيخ سيد المختار فإنه تولى التدريس من عنفواني شبابي، يقول لهم هو مدرس وأنا ماني مدرس بالله من باب التواضع. وهذا المشايخ كانوا غاية عندنا في التربية ولا شعرنا بأنهم جزء من تربيتنا وجزء من كياننا، ما هو لين بدأنا احنا ندرس الناس وبدأنا نطلع على الناس لو هم هما جزء من تربيتنا غريب وعجيب الله يتقبل منه منهم ويرحمه ويرحمه برحمة الواسعة. وتذكروا فيهم مشاهد غريبة وعجيبة. رابطنا سيد المختار محمد رحمة الله عنا وعليه وتقبل منا ومنهم، نعرفهم قروا عليه مثلا الجنائز أداب المحتضر دي بتحسن ظنه بالله تعالى لآخره ذيك الأنداب يقرها لك مستقبل القبلة ويتم دموعه ماشين إلين توفه من ذاك القف اللي يتقرر النص كنوع من دموعه تسيل على لحيته ضحا تدريس تطبيقي حق بعد حتى ينتهي ذلك هذا. شيخ إذا أنتم الحمد لله الوسط الاجتماعي الذي تربيتم فيه يكفي لأخذ العلم، إذا لم تتنقلوا خارج لا لم تنقل الحمد لله. نعم هذا الوسط لأسباب الصعب ندري كان هذا اللي فقت عليه كان لا زال قائما في هذه الحاضرة ما زالت الحمد لله أثاره كثيرة. هم هذو المشايخ اللي نقوله ما فيهم حد عنده ولد ما يحفظ القرآن إلا الصائم ما يعود يحفظه ومش جالس الوظيفة عاد مثلا في إطار التعليم والله في إطار القضاء شغيلة وظائف غير بعد حفظ القرآن وفرض العين نقوله نحن هذا لا بد أن يمشي به هذا لا يمكن قال أحد أن يخرج الحياة إلا هذا لا بد أن يمشي به لا بقصة ينسى ولا بقى ملي عدل محاضر. وفم الحمد لله من أبنائنا اللي منه عنده المحاضر كيت مثلا شيخ مادي اللي هو والده مرابطنا الشيخ سيد المختار الحمد لله هو قيم على المحاضرة حالا وهو حالا من تأتي طلبة من أنحاء نعم مختلفة من أنحاء العالم كل طالب طبيعة المحاضرة الموريتانية هي أنها لا ترد مثلا داخلا ولا تقيد أحدا بنص ولا بأي شيء المحاضرة طبيعية لا يجي الواحد يكتب لوحه اللي مناسب وحسب مرحلته يبدأ يقرأ. السلوك اللي قلت لي قبيل نزال الله كاتي تلزمون كل خارج من القرية لا يخرج إلا بعد لا هذا يقول لك ذاك التاريخ يا غير ذاك حالا ذاك حالا مازال ذيك الآثار مازالتش من الناس محافظ عليها الحمد لله وعنده محاضر وشي من الناس حفظ في ذيك المراحل وعاد أكهر مشي شور المدن وشور الوظائف وشور ذيك الأمور يا غير مازال ذاك الحفاظ حتى الآن المدرسة ما هي بقوة تعود في القرية اللي هم فيها إلى حد الساعة أواخر أعمار الواحد منهم يسجف قسم الله هنا الابتدائي قد يسجف قسم الله هنا في آخر عمر واحد ولا يبقي ويعود بعيد عنه مولي به اللي ما يبقي تعليم النظام به اللي هما عندهم استشعار انهم حمات هذا اللي حمات ذي ويرون ان المدرسة مثلا قد ويرون هاي المدرسة ما يبقوها بطبيعة موتهم. أسوأ شيء يسوء الواحد منهم يقول له احنا لا نطلبوا مدرسة والله لا نعدوهم قسم يقول لك واخذوا عنه. شوف شيخي هذه المحاضر ربت أجيالا حملت لواء العلمي داخل وخارج هذا الوطن كل في جميع أنحاء موريتانيا. ندري كان فهم آلي أنتم اللي مثلا استفدتوا من العلوم الحديثة ومن الإنترنت وعصر هذا التقنيات الحديثة ذاك كانكم وجدتوا طريقة قدوا تطوروا بها أداء هذه المعارف هذه المحضرة معناها تطل في شكلها ومضمونها وتتغير شكلها. المحضرة الموريتانية حقيقة يمكن أن تستخدم لها كل أنواع التطور به اللي السنة الكونية يلا يعود المشي معها لازم الله قاع واجب به اللي السنة الكونية ما تغير ذاك اللي يقع به الاتصال بين الناس والقراية وبيناتها وقضية التواصل ذاك فرض عليه يعود يعدل يغير المحضرة نتاج لتجارب كبير وعليه هي تجربة خلاصة خلاصات كثير من التعليم وعليه طريقة الحفظ فيها وطريقة الطوعية وطريقة عدم مثلا الجبر على مستوى معين ولا متن معين ولا زمن معين هاي ستبقى لها يعني الامتياز به اللي الأشخاص ما هي واحد قدراتها ما هي واحد وسائلها ما هي واحد يقدرك الآن يمكن رجاش يقرر الناس عن طريق فيسبوك عن طريق هذا يا غير نقول أنا بعد حسب تصوري أنا عنه نباركته قليلة
ما في ياسر بن بركة. يقد يوصل فتوى ومحاضرة وحد ما هو واحد يقد يوصل بعض المعلومات. غير ذلك التعليم المحضري اللي قائم على الاختيار الطوعي وقائم على الحفظ أساسا. هاي المحضرة الموريتانية امتازت بأنها أخذت أحسن ما وصلت إليه طرق التدريس وهو الحفظ. علمي معي حيث ما يمتو يتبعوني حقبة. قال الشافعي علمي معي حيث ما يمتو يتبعوني. هذه علمي معي هي خلاصة لياسر من التجارب أخذها الموريتاني. وعليهم هذا مثلا يردنا الواقع طبيعة المحضرة بعد قاع الموريتاني اللي يستفيدون احنا منها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. المحضرة الموريتانية هي عبارة عن مؤسسة طوعية اختيارية جامعة متنقلة، وهذا كله تحت فيما يفوق. مؤسسة طوعية معناها أنها الإنسان فيها ماشي بطوعه يختاره ويتطوع هو ذاك يبقي، والشيخ ما يتدخل له شيء إلا يقول له قدم قدم، لكن الله يقره هو يقره له نحوا أو لغة أو إعرابا أو فقها أو أي غير أي مجال يصير يقول له قدم وتو ليه تم يقره لي النهار إلى جاء هو إلى ما جاء قال عنه غب أنا هنو ما جبت ومعرة ولا يزين هم يختاروا بل قاعد طلاب مثلا كان يقولوا فيه قاعد الغب لا يصلح إلا للإبل وقت الشتاء والخريف المستبد نوع من التعليم لا هم قاعد تقديرهم الطالب تقديرهم الطالب نفسه اللي يجيهم واهتمامهم به بحسب جده ومثابرته. ذاك اللي يجي دائما ويحفظ أكثر ومهتم يعطوه اهتمام شيخ الله يتصور ويقدمه حتى نعرفهم قاعد يقولوا عنه الأسبقية أنها إما أن تكون بقدر السابق الى بيت الشيخ والله محل التدريس او بقدر سرعه الفهم دائما يسمعوها من ذاك كان القدم من اعطوها لك اللي التنافس اللي كان اعطوها لك الذكي اللي معروف ذكي ما اللي يعود معروف بالروايه ما هي مطروحه كذا كل حد واحد كان واحد والله اشطر يعود معروف مثلهم. هل يقولون انه قدموا الان هذا اللي مثلا يفهم بالعجل والله قدموك انت هذا جيت مولي بالعجل شو شيخ في هذه المحاضر كان فيها أخلاقيات ومسلكيات ما تعابل التلاميذ اللي يعود مع دلاء حد اليوم ومع ذلك لم تؤثر في الجانب الأخلاقي. كانوا التلاميذ مثلا اللي يعود فيهم عقيقة نعطاه مشي ولا ما أعطاه يقبوها ولا ينقلوا السارقي ولين تعود فيهم ماتي زفاف ولا شيء فهم اللي شريت نعطاه ولا نعطاه لهم طوعية في بها ونعمت ولا أخذوها ما ينقلوا السارقي. طلبة العلم ما يرتموا بشي خاسر ومع ذلك ظل القيم قائمة والأخلاق قائمة في غياب عاد بركاتي. هاي قضية غريبة وعجيبة دائما نفكر فيها. ايه شو؟ عنها غاية في الأخلاق وغاية في الأدب وغاية في امتياز في التربية. لأن هو الشخص ما يتربى نهار واحد ولا نهارين ولا هلالة. والتعليم وحده ما هو تربية. ما هو تربية. معلومات حشدها وحشرها رجال ما هو تربية في حد ذاته. إيه؟ تربية المعاملة والأخلاق. لأن الشخص هو من نفسه يعدل السلوك عقل ومازال عادي وفيش من لغبة. والوقت اللي وعامل معاه ببرود أعصاب وسعة صدر يتراجع هو تلقائيا عن أخطائه ويصبح مربيا هو من نفسه بسبب أنه عفية عنه في كذا في كذا. وكانت المحضرة الموريتانية تمتاز بأمور منها الثقة الكاملة بالشيخ ومنها أن الشيخ يتعامل مع 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 التلاميذ تعامل قد نقوله عنه أرحم وامتان وشايج من أولاده محبة عليها طلابه ورفقه بهم ومحبت لهم ما تقدر تسويهم مع أولاده. أنا بعد ظاهر لي عنها لا يتعود لا ظاهر لي عنه وقل عليه قاعد تلاميذه من أولاده به اللي لا يسب ولا يشتم ولا يعير ولا يؤاخذ بالخطأ. لكن ثم قول المعروف اللي قالوا عنه بعض مشايخنا إله دليله نجح حد من التلاميذ عدل خطأ كبير وبلغ عنه وبعد انتهى التدريس وعاد التلاميذ اللي هيمشوا قال لهم وقولوا ما لا ينبغي لا ينبغي تندعين ولا غير تندعين ولا قال لك هذا هو العدل من التوجيه مسألة كبيرة ومشقرة ومثلا وجاءوا التلاميذ وقالوا كامل وتحركت لها الناس والشيخ ما زاد على هذا الشطر ولا كمل قاعد البيت. عرفت انت لعله منتقام من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما بال أقوام كامل فهم كامل فهم مؤصل ما بال أقوام كامل فهم مؤصل ورباني وإنساني وأخلاقي ومنه عن المحضرة ما هي نتاج الشيخ واحد الشيخ هو رأسها غير المجتمع كامل موريتاني هو شو بعد هذا مجتمع محضري ايه المجتمع بركاتي رغم ان المحاضر لا زالت قائمه مثلا نحن راك في عاصمه نواكشوط هون فيه محاضر قرانيه فيه محاضر فقهيه فيه محاضر مختلفه المجتمع لما اقول هو تغير نفس هذه سلالات لذلك المجتمع واحفاد لتلك الطبقات التي رحلت. لا تحدث اولا عن ذيك القيم بعد اللي برزتارك اللي هي اللي كنا نكملوها
هي أعلن هاي المحضرة أنها حقيقة عشوبة كبيرة وتجربة كبيرة. منها اللي كنا نقوله على أن الشيخ أنه أرحم بأبناء بتلاميذه من أبنائه، ومنها أن المجتمع اللي قر يا أولاده على الشيخ والله يمشوا شوره أكثر ثقتهم بالشيخ من رؤوسهم. يلي التلميذ ذاك الله يقول ذاك الله ذاك ما تقول للشيخ كان حتى إذا وقع خطأ في بعض الأحيان لدرجة القتل. يقد أحد الطلاب والله أحد المشرفين على الطلاب يضرب مثلا ما هي مثلا عن غير عن خطأ ويقع القتل في الأطفال الصغار والمتوسطين. هذا القتل ما تنطح فيه الشيش بتعليق لأنهم المحضرات وأولى بهم من أنفسهم، ورقاش قاسوا المجتمع يقرأ عليه يصبح فيه ثقة كاملة أحرق عن يكون سائقا مثلا بعد زمننا هذا والله يعود مرافق له والله مات بسبب منه هذا ما فيه ولا أي تعليق. معناها المجتمع يثق ثقة كاملة، وشيخ المحضرة أب لمجتمع كله، والتكافل الاجتماعي من وراء المحضرة. محضرة فيها على أنها فيها التكافل الاجتماعي. مثلا الشيخ ما أنه لا يقرر وحده، الشيخ يكفر التلاميذ ويصير عليهم ويلبسهم ويعدلهم ذيك الأمور كاملة، وهو يلقى بلا دخل مول. وهو بلا دخل مع المول، والمجتمع يتكافل من ورائه إن كي قلت لي دور التلميذي ينعطاله، وذا اللي يبغاه التلاميذ فيهم يعطيهم، وأخطائهم مغتفرة لأن هي مثلا قد نقول عنها تربية مجتمعية متكاملة غير وعقلية غير ممنهجة غير مبرمجة. لا هي مفتوحة، هي جاية أصلا، هي مشتقة من المرابطة ذلك مع المرابطين، وعليه أهلها ربانيون طوعيون. أنا شوف ذلك علماء التربية الآن الذين درسوا تربية وصنفوا لها مناهج يعجزون عن تقديم تربية مثل تلك التربية لغير مدروسة، لها فقط مادة مخلية مع الشيء خيمة مفتوحة من كل جهة تخليها رقاج متى شاء ويخرج منها متى شاء من أي جهة شاء، ومع هذا كامل خرجت جيلا ناضجا. يا اخوان احنا اللي من قله نزول البركه جابنا البركه، احنا مشكله اليوم المعيار الذي يعانيه المجتمع اليوم مشكله اخلاق وتربيه قدوه. احنا مشكلتنا هو مشكله القدوه. اين نشوف القدوه؟ معناها الثقه. اذا كنا نقول لك الثقه في الشيخ المحضره ما هي موجوده في كثير من المربين الاساتذه مع الاسف، لا ولا حتى في الشيخ المحضره الان. الشيخ المحضره الان اللي نبطي يشير مده جهه قد تقابل العقليه مثل عقليه المحضره. عقليه المحضره هذه كنا نقول حد لا يعود يعلم ابتغاء مرضات الله، وذيك الدخول الله تجي والله ما تجي به اللي أصلا طبيعة موريتانيا في المحضرة إنها مولاها يعتمد على الله ويثق بالله، فهو يدرس العلم ابتغاء مرضات الله لا يريد جزاء ولا شكر. وعليه من ينعو اتصاله بالله هو ليجعل تربيته وثقة الناس به كان إلى حدود كان الله له. وأما اللي يدخلها تعيس عبد الدرهم والدينار معناها اللي يدخلها مثلا هذا الماديات تضيع لك كامل، تضيع التعليم النظام يقع، تضيع التعليم الأخر. وعليه هون احنا نختار ننبه المجتمع وننبه الناس كامله على المحضره ما انها لا دارته بتبتنا والله يكتب عليه اسم محضر. المحضره نيه وقصد وتوكل وعلم وعمل واخلاق، والمحضره ايضا تضحيه لان صاحب المحضره مضحي فيها بوقته وعلمه ومعارفه وكسبه. المحاضر اللي قرهم ما نعرفهم يرفقوا، لا نعرفهم عود واحد بخوه والله ابو العمه يتولى ذيك المشيات ولا ذاك التحصيل. هو وأما شيخ المحضرة هدفه من أول النهار لآخر النهار هو التدريس. الله هو اللي قال في حد أحد الحاج الفحف وإنه يقول السلام عليكم من الفريضة قدم حتى تسبح السلام يعدل يقدم مع الصباح إلى القايل عند القايل هذا نوع كنوع من الذكر. قال الشاعر الموريتاني والشيخ يركض حرصا خلف محضرة يزاوي العلم في عرنينه شمموه لم يبقى منه سوى عقل وجمجمة رمز الصمود لعل الجرح يلتئم. معناها هذا الصمود وهذا اليقين وهذه الثقة بالله هي التي تبني الهمم. شيخ قول لي أنتم في المحضرة أثناء طلبكم للعلم حين عقلتم أو سمعتم عن الأجداد كانوا تلك كيف تبطوا؟ ذا كامل يخلق غير يخلق بضوابطهم ولي تلك أصلا ذاك الله يعود يقرأوا عليه. في الناس منها يبط وشي ما يبط، والناس منها قاع خايف الناس منه قاع ما هو باط وهكذا. معناها يتفاوت الناس في ذاك غير ملي ذاك الله يعدل دائما مدروس وعندهم الله يحدوا ذاك فيه. يقولوا عن معلم الصبيان انه حتى يرخصوا له قاع في صلاة الجماعة ما يقيس، قال لي مرة واحدين في سن الحضانة
انه يرخص الوقاع في عدم صلاه الجماعه بهش من يعود عنده مجموعه فقهيه معروفه مضبوطه عليه، وانهم يضربون بالسوط الذي لا يكسر عظما ولا يشين شارحته، وهي ضوابط معروفه. وعن واحد منهم اللي قاع ما هو محتاج للضرب كافيته التخويف ولا الترهيب ولا يضرب، لا يجوز ضربه. وعنه فيهم واحدين تنقبض عليهم مثلا الاربعاء والخميس يمل فيهم تكليفه في تدريسهم، واحدين يقولوا عنهم ما يقبضوا عليهم التكليفه بهم اللي اذكياء اذكياء. الواحد يجي واحد مشي الاربعاء الاثنين جايب حاله يقول لهم هذه يقول ما حاجتي لانه يقولوا ما شاء الله ما هو مكلف ما هو مرض حد ما هو مرض الاربعاء الاثنين عايده مقابل ذاك مول لا معنى ذاك من الاشحاف مقابل متاعب ومقابل به اللي هو الانسان يفكرك مملي عنده طريقه الانسان شيء ما شارك فيه ولو بيسير ما جد عليه اخباره وقابلين فيه مملي يعني بذل المال في سبيل الله وسبيل تعلم العلم لكم ولي عبادة. وتعرف معدلته ناس مستوى عالي في التربية وفي العلم وجاية من فوق من بعيد راقي جدا، واللي خاص فيها لا مراعاة شروطها وضوابطها وهمم أهلها، لكن واللي تسوي أنت عنه هنا عاد ناقص ذا اللي ناقص في المحضرة بسبب نقصي ضوابطي والشروطي والهمم العالية. شوف الشيخ في المحضرة كما حدثنا الأوائل وقرأنا عنه ما كان لا شيخ يدرس فقط، كان شيخ يراعي المجتمع الذي يوجد فيه. وظل المجتمع حينها مجتمعا متماسكا ما قد ينعاف فيه سلطة الرقيب والسلطة الاجتماعية موجودة. رقاش يخاف من عدل الشيخ خصيصا لعله ان يكون ذلك معرة وينزلوا دون قومه. هذه السلطة الاجتماعية غايبة اليوم، ما في حد مثلا يخشى من أن يكون مثلا يعاب عليه أنه فعل كذا أو أنه كذا. كيف نرد ذلك؟ زين جي ذلك حالا ما هو واحد ذاته بعض القرى متميزة لما زالت محافظة على بعض من أخلاقياتها وما زال حجمها ما هو كبير، منين تعود فيها شيخ رمز والله عالم والله فقيه يعود دائما هو مرجعها في الفتوى والثقة والإصلاح بينها، وهو أيضا الرقيب عليها غالبا حتى انهم يعودوا يقول لك الواحد له يقيس بك فلان ما يبغى يقيسه شيء ما هو زين له انبو والله ما يبغى قاعد يعلم انه معدل يروي نفس الرقابه اللي كانوا يشعروا الزمن الاول، لكن ما هي مزاد خارجه لكن هذا السبب اللي سوى عنه سببه المدينه هي اللي تكاثرت فيها الناس وقل فيها التعارف وعاد يعود فيها نفس الشخصيه ونفس الرمز غير ما معلوم به ذابت في هذيك ذابت في هذيك ذابت في المدينة. كان الشخص يشعر بها من حيث لا يدري حقبه اللي عاد الشخصيه يعود موجود ولكنه في المدينه ما معلوم به ومره يعود ثقه وعالم ولكنه يحتاج لقاعد من يتعرف عليه، بينما كان مجتمع خفيف كل جهه فيها ماده من معينه فيها شيخ رمز والله رموز معروفة تعود الواحد مثلا يثق به ويعود يفتي ويربي ويعدل في مكان الأطفال وراء رمضان. كيف ندرب الأطفال مثلا ندربهم على الصوم كيف في الفترة الزمنية اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهم لسبعين واضربهم لعشر مرهم بصلاة لعشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف مع الصوم مثلا أهل العلم يقولوا عن الأمر بالصلاة لك الأمر بالصيام والأمر بالحج إنهم دعائم الإسلام كاملة الواجبة يدربوا عليها الأطفال كتدريبهم على الصلاة من 70 إلى 20 وهو هذا هون يدل عن التربية ما تجي في وقت واحد التكليف من اللي قلابة لقاش منه يبدأ فيه بالتدرج طبيعة التدرج في الإسلام. كما نأمرهم بالصلاة نأمرهم بالصيام غير أمور اللي تلاقوا الصوم وش التركة لكن هيئوا لهم الجو المناسب يعودوا اهل البيت جوهم جو الصيام ما يحركوا لهم فيه الشلحة لا يحركوا لهم مثلا طعيمة عود اصلا تاثر على مثلا شهوتهم ولا شيء ويعودوا مداخلينهم جو وراهم الصعاق باكي الى صاموا نهارين هلا هذا اربعه هو تدريب قد صومهم ما يتالي قد نهار يخسر منه هو التدريب. وذي اللي يرتوى عن اجر هذا الصوم اللي عدلوا انه الوالدين ذاك عنده مصدر ولا لا؟ ما هم الوالدين وحدهم حتى هم مولي هم مالهم متدربين عليه هم يحصل لهم الاجر غير لا ياثمون بالمخالفه يثابون ولا ياثمون بعدم فعله بهم اللي ما عليهم تكلي سبحان الله. ولكن الوالدين هم اللي عندهم اللي يحصل لهم ذاك كامل. شيخ الاسره الكثير مثلا شفت هذه الاطفال اللي نسمع عن هذا كامل معظمها اللي انت لو نتقصي الحقائق سنجده تعرض لطلاق الابوين مثلا ضحيه للطلاق
يعود لم يعش لم يتربى في حضن الأبوين ما في أحد ما وقع غاب عنهم عن ويعود عرضة لكل من هب ودب كأنه يسول عن الطلاق وضع عن الأطفال دور نسول عن محافظة للأسرة ياك التربية تستمر صحيحة مثلا كيف نحافظ على الأسرة لتظل كيانا محترما من هذه التأثيرات كاملة هل نبش في وجوهها هل نضحك معها هل نداعبها والله قاعد أنتم اللي عاطينها عاطينها العافية بالعنقية قاعد ما مثلا ما بين معي تحية إلى دارة شيء موجود أنا طالب لما دارت وكان شخص آخر والله كيف مثلا زين شيء تنصحون السؤال يحتاج لمحاضرتين والله لا ولكن بعد اللي بالنسبة حقيقة تربية الأطفال وتعليمهم وجعلهم على المستوى المطلوب من الشباب المستقبلي هذا حقيقة كي قلت يحتاج إلى حفاظ على الأسر والحفاظ على الأسر رحاها الحقيقية تدور رحاها على المرأة وهذا الشيء الناس ما يفاطمه وعليه المرأة دائما تزف إلى بيت من غير تربية ولا تعليم ولا تجريب وهذا مخالف للشرع ومخالف لما كان عليه السلف من التعليم والتنبيه كل مرة له يتزوج أصلا يجيش من الناس عنده تجربة وعنده ياسر من الأمور ويقريها ياسر بعد من التجارب زيادة على ما حصلت هي من علمها وأمها تعطيها كثير من الوصايا والديها لأنها قايسة هذا من تاريخ العرب جاي له في الجاهلية إلى الإسلام اللي نحن هم وهذا هون عاد غايب لا تختار لها الأسرة المناسبة وتختارها لنفسها ثم عاقب ذلك تنجعل في رواية ما أحد قاعد يشن هي مدير مالية المرأة في البيت مديرة مالية ومربية ومعلمة وعاقب ذلك هي أيضا مثلا مسؤولة يلا تعود مولي عالمة نفسية لأنها تعامل مع نفسيات الأطفال ونفسيات الأزواج الرجال هذا يحتاج نوع من التعامل النفسي تعاملهم النفسي من لا يعدل لهم المرأة هي تحافظ على استقرار بيتها وتحافظ كذلك على استقرار نفسية زوجها وتصبر على مراحله مثل المتفاوتة خلق مرحلة هي الأولى مرحلة العاطفة مرحلة مثلا البداية مرحلة قد تقول لغبة وتمشي في شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين عقب ذلك تجي مرحلة شيء ينقال له وسع الأخلاق والتجربة والعلم والصبر والتحمل وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار وجعل المصلحة والحضانة الأطفال والبيت استقرار البيت جعله قبل كل شيء قبل الطلبات المادية وقبل الطلبات الذاتية وقبل الحقوق الشخصية اللي هي دائما مثلا ربات البيوت الصراع اللي يجي بينهم وأزواجهم سببه قلة الاعتناء بهم وهذا حقيقي واحد تعود دور اعتناء به والدور دلانها في جو يتناسب معها والدور مناخ نفسي ومناخ مثلا تعاملي مريح. والدور مستوى مادي معين لأن هي بتصرفاتها هذا كله كامل هون نوصهم على أنه يقدين ترك مقابل الأسرة والأطفال وأنك ستجدين نتيجته في مستقبل إن شاء الله العمر القريب لأنك هون يا الله تكبري من أخواتنا يا الله يكبروا عن مستوى المادي البسيط والحوائج الضيقة أكبر. إلى ما هو أعظم وأكبر وعلى الأطفال في البيت أهم شيء في حياتهم وجود أبوهم يدخل ويخرج لا وجوده ما عنده بقية مزوج من آخر كل رواية معدلها ودخوله في البيت وخروجه منه هذا تربية نفسية وتربية عقلية واكتفاء ذاتي وهذا هون صعيب الحصول عليه به اللي يشبه اللي عندنا في مستوى ينقال له مستوى الصبر والتحمل وسعة الأخلاق ولا تينا في مستوى شهر العاطفي الصبر والتحمل شهر الصبر والتحمل إن شاء الله إلى هذا الحد مشاهدين الأفاضل ننهي معكم هذا اللقاء الطيب الذي جمعنا وإياكم مع الشيخ محفوظ والزين الملقب الغيث إلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ محمد محفوظ والزين والشكر موصول للفريق الرائع الذي يشرف معي على إنجاز هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله وبركاته الله يرحمه الشيخ